طيب احنا هنروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني نكمل كلامنا. اوكي. النهارده هنتكلم عن ازاي امنع التاخر اللغوي عند الاطفال. ممكن اعمل ايه علشان ابني او بنتي ما يتاخروش في الكلام؟ النهارده هقول لكم نصايح كتيره قوي ممكن تنفذوها مع اولادكم في البيت علشان ما يتاخروش في الكلام، وان شاء الله ما تحتاجوش دكتور امراض تخاطب. اول حاجه، لازم اكون ام رغايه. رغايه يعني بتكلم كتير مع البيبي من اول ما بيتولد، بتكلم وانا باكله، بتكلم وانا بحميه، بتكلم وانا بلبسه، برغي طول الوقت، بسمي كل حاجه بعملها له وكل حاجه ماسكاها في ايدي وكل حاجه بديها له. بخلي الطفل يقلد، سواء يقلد حركات او اصوات، بخليه يسقف، يعمل باي، بوسه، هاي فايف. لازم اتفاعل مع الاصوات اللي الطفل بيطلعها وهو بيناغي، يعني لما يبتدي يعمل با ما بو، ببتدي انا كمان اقلد الاصوات اللي الطفل دي بيطلعها، او ممكن كمان اشجعه انه يطلع اصوات اكتر، ممكن اقول له برافو، ممكن اعمل حاجات كتيره قوي اشجع بيها الطفل وبالتالي يفضل يطلع اصوات اكتر. طيب دكتور، احنا عايزين نعرف بقى لو في طفل مثلا عنده 5 سنين يعني المفروض يكون بيتكلم، هل احنا المفروض نقلق على الطفل ده لو هو عنده بعض الحروف في بعض الكلمات ما بتطلعش مظبوطه؟ قصدك لدغات؟ مش لدغه، انه مثلا بيطلع لسانه في حرف او حاجه كده، بتكلم الحروف تتشقلب، يعني مثلا كلمه سمكه مثلا ممكن يقولها مثلا كمسه. طيب في حاجة اسمها intelligibility أو درجة مفهومية الكلام. درجة مفهومية الكلام دي جزء من تطور اللغة. في طفل بيوصل، يعني لما طفل يكون عنده 4 سنين المفروض يكون درجة مفهومية الكلام لكل حد 100%. يعني ايه 100%؟ يعني 100% من الاشخاص اللي حواليه او اللي ما يعرفوش يفهموا كلامه 100%. لو الطفل عنده مشكله طبعا لازم يروح دكتور امراض تخاطب، لانه ممكن يكون الموضوع اكبر من كده، ممكن يكون هو عنده شويه لغه حافظهم وبيتفاعل بيهم، بس البراجماتكس اللي هي براجماتيكا الكلام عنده مش قادر يكمل بيها، يعني مثلا مش بيعرف يكمل حوار لاخره، بس اهله واخدين بالهم بس من كلمه سمك، فهو برده لازم يروح لدكتور امراض تخاطب. طيب الطفل عامة ممكن يبتدي يروح لدكتور عشان يساعده في موضوع الكلام أو التخاطب عامة بداية من سن كام؟ على حسب المشكلة، يعني مثلا لو طفل اتولد داون سيندروم، ده من أول ما بيتولد بنبقى عارفين إنه عنده مشكلة. أنا هتشرح لنا يعني إيه داون سيندروم؟ داون سيندروم اللي هو الطفل الداون. أوكي. الطفل الداون دوت بيكون كان زمان بيقولوا عليه الطفل المنغولي، دلوقتي هو داون سيندروم. الطفل الداون بيتولد بفيتشرز معينه وبمشاكل معينه، بيكون عنده نوع من انواع التاخر العقلي، فاول ما بيتولد على طول لازم يروح لدكتور امراض تخاطب عشان احنا بنعمل فيدنج. يعني لازم بنعرف الام ازاي ترضعه، سواء رضاعه طبيعيه او رضاعه صناعيه، علشان ما يشرقش، علشان ما يحصلوش انفكشنز في ودانه، علشان حاجات كتير قوي بنعلمه ازاي تاكله او ترضعه بطريقه مظبوطه. ازاي تاكله بطريقه مظبوطه؟ ده شغل تخاطب. لو طفل عنده مثلا سي بي اللي هو شلل دماغي، برده من اول ما بيتولد بيبقى معروف المشكله ولازم بنرجع لدكتور امراض تخاطب علشان يبتدي يدينا انستراكشنز. دايما الاولاد اللي هم عندهم داون سيندروم او عندهم سي بي دايما متاخرين في الكلام، فلازم بندي انستراكشنز للاهل نعمل ايه، نبتدي امتى، نرغي معاه ازاي، نتكلم معاه ازاي. طفل مثلا عنده سنه ونص وما بيقولش غير كلمه واحده ومش بيتفاعل قوي، مش بينفذ اوامر، مطنشني، لا ابتدي على طول جلسات تخاطب. بلاش المدرسه القديمه بتاعت ما نبتديش تخاطب قبل عمر 2 أو 3 سنين، لا مفيش كده دلوقتي. في احنا بندي الطفل جلسات تخاطب وانس ان هو مستعد. في بقى الاهم من جلسات التخاطب، ان احنا لازم نكون بنتكلم مع الطفل، لازم نكون بنتفاعل مع الطفل، لازم نقلل الشاشات، لازم اهم من ده كله ان احنا نوديه حضانه، لازم يكون في تفاعل بينه وبين اطفال في سنه عشان يبتدي يقلل. في حاجات بريكويزيت لتطور اللغه، يعني في متطلبات عشان اللغه تكتمل عند الطفل او عشان يبتدي يبني لغه، لازم يكون عنده تقليد حركي وتقليد لفظي، لازم الطفل يكون بيتفاعل معايا، يعني لازم ان انا اقعد اغني له. فاكره زمان كانوا الاهل بيقروا قصه كل يوم لاولادهم، صح؟ دلوقتي الاهل بطلوا يعملوا الحركه دي لانهم بيتفرجوا عليها على الايباد اساسا. بس فكره القصه اللي انا بقراها ان انا بعمل اول حاجه بوند بيني وبين ابني او بنتي. الحاجه الثانيه ان انا بقلد اصوات، بقلد حركات، بوري له صوره فهو بيربط الصوره بالكلمه. ده من سن كام؟ ده من وهو صغير خالص، من وهو بيبي بنقرا له، من وهو بيبي بنحكي له، من وهو بيبي بنغني له، اقعد اغني له واعمل له حركات بايدي واخليه يقلد. فهتلاقي الولد بعد شويه بيعمل لا 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 الحاجات اللي انت بتغنيها له، حتى لو بيجيب التون، ما هو ده نوع من التقليد طبعا، ان هو يعرف يجيب لحن الكلام. صح، ده جزء من تطور اللغه. لما بيجي اهل بيشتكوا ان ابنهم مثلا ما بيقولش كلام واضح، بيقول اللي هو الجارجون، دوت جزء من تطور اللغه.
في اهل بيجوا مثلا وهم والولد صغير بيقولوا ابني بيقلد الكلام ورايا. ساعات بيكون مش لازم يكون هو عنده توحد، ساعات بيكون عشان الطفل متاخر في الكلام فما عندوش حصيله لغويه كافيه تخليه يتكلم. يعني انت بتقول له ازيك عامله ايه، يقول لك ازيك عامله ايه، ما عندوش اللي يرد بيه عليكي، بس هو عايز يرد عليكي. ففي طرق لازم يكون الاهل بيلجأوا لدكتور امراض تخاطب، هو بيشوف ايه المشكله. بنبتدي امتى؟ بنبتدي والطفل مستعد، سواء سنه ونص، سنه وثمان شهور، سنتين، على حسب استعداد الطفل.